مساء الخير وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من مرايا. تجذبنا إليها كنجمة في مهرجان الضوء، هي التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، وكانت الشهادة على أن لنا تاريخا من الحب والجمال والفن والحضارة. على راجب علبك أدت الشهادة وأقسمت اليمين على أن يبقى الضوء علامة فارقة على جبين لبنان مهما طال ليله. من ملعب التاريخ حيث لعب الغزاة أصعب المباريات، سطرت كتاب الحاضر ودونت لحظات الفرح وعلقت على غلافه شارة النصر. مي عريضة أم البنات، أجمل من الملكات وأكثر النساء أناقة، أضاءت شعلة مهرجانات بعلبك ودارت بها حول العالم، فكان لها حيثما حلت صديق أو صديقة من الملوك والرؤساء والأمراء. هي الحالمة دوما والمسافرة أبدا، دخلت ملكوت الشهرة من الباب الواسع. مي عريضة نسجت من حكايات بعلبك أسطورة في مهرجان ظلت أصداؤه تتردد حتى يومنا هذا. رفضت الحرب اللبنانية ونتائجها لأنها وقفت حائلا دون تطلعاتها، لكنها لم تستسلم وستصرخ من جديد يوم يتراءى لها الضوء الأخضر وترحل السحب السوداء وتقفز من ميناء الفرح مواكب الفن والجمال، تكرج على دراج بعلبك وكل درج في لبنان. سيدة المسؤولية والعمل المضني، هادئة محبة ومضيئة، نشأت في عائلة غمرتها بالعاطفة والرعاية والحنان، وكانت الطفلة المغناج والفتاة المدللة. هذه السيدة غدت فيما بعد نجمة أضاءت ليالي لبنان ومدت الأيادي البيضاء إلى كل محتاج، فلم يخلو عمل إنساني أو اجتماعي كبير من بصماتها. مي عريضة مهرجان عاطفة وحب للناس ولوطنها. هذا الحب التلقائي لا يتهيأ إلا للمختارين من الناس، وهي واحدة من هؤلاء. مي عريضة مسنا ليل مختلف بوجودك معنا، أكيد هتكون حلقتنا أو سهرتنا مشعة ومضاءة. أهلا وسهلا فيك، برحب فيك أنا ببرنامج مرايا، يعني هالسلسلة ما عاد تكتمل إلا بوجودك معنا. مي عريضة شغلت الناس والمجتمع بلبنان، كانت حديث كل الناس. هل من الممكن إلقاء الضوء أكثر على مي عريضة؟ مين هي؟ مي عريضة سيدة مثل كل السيدات، إنما اشتغلت بمجالات عديدة. كنت رئيسة الاتحاد اللبناني للتزلج على الماء من سنة 1953 لسنة 1961، واشتغلت بلجنة مساندة الجنوب يلي أسسها الدكتور نجيب أبو حيدر الوزير السابق، وكنت عضو في الشبيبة الموسيقية وعضو أيضا في لجنة أصدقاء المعهد الموسيقي لبناني. ولما الرئيس كميل شمعون أسس لجنة مهرجانات بعلبك كنت من اللجنة التأسيسية، مسؤولة عن الموسيقى والباليه والأوبرا، وبذات الوقت كنت سافر للاتصال مع فرق أجنبية لمهرجانات بعلبك وأحضر حفلات عديدة بحضور مصورين أخذوا لي صور عديدة نشرت في مجلات أمريكية مثل فوغ وهاربرز بازار وتاون أند كونتري وهوليدي، ومجلات فرنسية مثل الأوفيسيال وفوغ وإل، ومجلات إسبانية مثل تيمبو وإبوكا. وما بدي أنسى الصحف والمجلات اللبنانية يلي نشروا لي صور عديدة ورائعة. هذه بكل بساطة مي عريضة، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. مي عريضة، علاقتك العامة ومعارفك القوية أكيد ساعدتك على الانطلاق وعلى تنفيذ المشاريع. هالعلاقات كيف بنيتيها؟ كيف خلقت؟ سنة 1947 كانت لي أول سفرة لباريس، فتعرفت على السيدة كاترو زوجة الجنرال كاترو يلي كان مفوض فرنسي في لبنان، وكنت صبية
ومتحمسة وبدي أتعرف على كل شيء. صار في صداقة بيني وبينها مع كل فرق العمر، فاهتمت فيي وعرفتني على كريستيان ديور يلي كان مصمم الأزياء بسنة 47 يلي سموه النيو لوك، فحبني وصمم لي فساتين عديدة وقال لي ما زالك مسافرة على الولايات المتحدة بتكوني سفيرتي هناك. وكريستيان ديور عرفني على كريستيان بيرار يلي كان أهم مصمم الأزياء للمسرح والأوبرا، فتعرفت معه على لوي جوفي وماري بيل، ومن وقتها انفتحت لي كل أبواب الفنانين الفرنسيين الكبار. بذات السنة سنة 1947 تعرفت على الأميرة جيلان دو بولينياك، ودعتني على عشاء بوجود الدوك والدوشيس دو ويندزور، وصار في علاقات عميقة بيني وبينهم، وكانوا يطلبوا دايما ويحبوا انه يكون موجودة في كل حفلة عشاء تقام على شرفهم. ومن وقتها انفتحت لي كل أبواب باريس وكل أبواب نيويورك. سيدي ما عريضة، جمال المرأة برأيك أنت إلى أي مدى بيساعدها بعملها وبالتعامل مع الناس؟ جمال لوحده ما بيكفي، جمال وشوية ذكاء وشوية علاقات إنسانية بيمشي الحال. بالخمسينات ما كانت بعض المرأة نالت حقوقها أو حصلت على حقوقها بلبنان، هل حاولتي مع بعض الصديقات العمل على مساعدة المرأة بلبنان وعلى تحصيل حقوقها، خصوصا أنه علاقاتك مع رجال الحكم وأهل السياسة كانت قوية وبعد لليوم أكيد؟ مي عريضة ما اشتركت بالحركة النسائية أبدا، ولكن كنت دايما ذكر الرئيس شمعون والست زلفة بحقوق المرأة وبنوع خاص حق الانتخاب. كنت دايما أقول للأصدقاء يلي بعرفهم منيح طالبوا بحقوق المرأة وبنوع خاص حق الانتخاب، وبفتكر انه المرأة حصلت على الانتخاب حق الانتخاب سنة 1953 بعهد الرئيس شمعون. ما عريضة، بين السفر المتواصل والشغل والعمل المتعب والمبني، هل قدرت توفقي بينهم وبين عائلتك؟ هل اعطيت وقت كافي لعائلتك؟ بأكد لك انه اعطيت كل الوقت الكافي وكل الوقت اللازم لعائلتي ولبناتي، وبما انه كان كل شيء منظم ما كان عندي اي مشكلة. بما انه تربية البنات شوي مختلفة عن تربية الشباب، على اي نهج وتعاليم ومبادئ ما عريضة ربت بناتها، وشو اعطيتيهم نصائح ليواجهوا الحياة؟ ربيت بناتي مثل ما اهلي ربوني، يعني علم ورياضة ومحبة وصدق، وكنت دايما اقول لهم واجهوا الحياة بشجاعة وهدوء لانه الحياة صعبة. ووالدي كان يقول خلق علق. اطلقوا على ما عريضة لقب ام البنات، هل بتعتقد انك نجحتي كأم؟ نجحت كثير كأم، وانا بفتخر ببناتي وبعتز باسم ام البنات مثل ما كانوا يسموني، وبقدر اقول لك انه قليل من هالجيل الجديد يلي بيهتموا باهلهم مثل ما بناتي بيهتموا فيي. اليوم ما عريضة كيف عيشه؟ كيف بتقضي وقتها؟ كيف بتقضي نهارها؟ بعدني لحد هلا بشتغل بلجنة مهرجانات بعلبك، وبقدر اقول لك انه كل ايام الحرب كانت اللجنة تجتمع، وانا كنت على اتصال دائم مع اكثر الفنانين يلي اجوا على بعلبك ويلي بحبوا يرجعوا على بعلبك. ولما بكون في عندي فرصة بعمل رياضة، يعني سباحة وتنس بالصيف وتزلج على الثلج في ايام الشتاء. قبل ما ننتقل لفصل او شابيتر مهرجانات بعلبك، رح نتوقف هلا مع صفحتنا السريعة. هالصفحة بتتضمن أسئلة سريعة، بالطبع رح تكون أجوبة أيضا سريعة. ست مي، شو هو أجمل يوم بحياتك؟ أجمل يوم بحياتي لما خلقوا بناتي. أتعس يوم بحياتك؟ أتعس يوم لما توفت والدتي. أهم حدث بحياتك؟ أهم حدث بحياتي لما تزوجت. أجمل هدية تلقيتيها؟ بناتي. أجمل لوحة؟ لا جوكوند دو لينوارد دافنشي. حكمتك المفضلة؟ عمول منيح وزدت البحر. كتابك المفضل أو ليلة؟ ألف ليلة وليلة يلي مترجم للفرنسي من ماردروس. شعارك بالحياة؟
العمل بشجاعة وصدق. مثالك الأعلى. والدتي. حلمك الكبير. حلمي كبير تحقق لما طبعنا كتاب تاريخ مهرجانات بعلبك وسميناه بعلبك أيام المهرجان، وهالكتاب انطبع 4000 نسخة ورجعنا السنة طبعنا 1500 نسخة. رح نتوقف للحظات مع الأعلان، بنرجع منتابع من بعدها حلقتنا من مرايا مع ضيفتنا السيدة مي عريضة. خليكن معنا. عودة إلى أم البنات السيدة مي عريضة ضيفتنا ليلى ببرنامج مرايا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. الاستوديو الحقيقة مشع ومضاء مثل ما سبق وقلنا. ست مي، رح نفتح هلأ فصل مهرجانات بعلبك الدولية. شو قصة المهرجانات؟ قصة مهرجانات بعلبك عشتها من البداية، وهون بحب افتح بارانتيز وقول ان الرئيس شمعون والست زلفة كانوا يحبوا الموسيقى كتير، وكانت الست زلفة دايما تخبرني انه لمن كان الرئيس شمعون سفير في لندن كانوا يحضروا حفلات موسيقية عديدة وأوبرا وبالي. فلما انتخب الرئيس شمعون رئيس للجمهورية اللبنانية كان حلمه الكبير انه يعمل شيء مميز لقلعة بعلبك، ولكن الفكرة ما كانت بعد تبلورت منيح في عقله. في سنة 1955 اجت فرقة مسرح على قلعة بعلبك لجان مارشا، وطلعت انا والست زلفة حضرنا هالحفل. فلما رجعت على القصر الجمهوري خبرت الرئيس شمعون قديش كانت هالحفلة ممتازة، فرأسا قال لها هلأ عرفت شو بدي أعمل بقلعة بعلبك، بدي أعمل مهرجان دولي من مسرح وموسيقى وباليه وأوبرا وشيء من التراث اللبناني. فدعا على القصر الجمهوري عدة شخصيات، منهم الشيخ نجيب علم الدين، شيخ بطرس الخوري، جان سكاف، جان فتال، ديزيري كتاني، شارل كتاني، كارلوس عريضة، خليل هبري، وما بقدر سمي لك ياهم كلهم لأنه كنا 70. وشرح لهم عن المشروع يلي بده يعمله وطلب منهم المساهم. ففعلا كل واحد كان موجود ساهم، وهالمساهمة مع المساعدة يلي اجت من وزارة التربية كونت أول منحة لمهرجانات بعلبك. وفي ذات النهار سمى لجنة تنفيذية، إذا بتسمح لي رح أقرأ الأسامي حتى ما أنسى حدا. تفضلي. هاللجنة التنفيذية يلي سميها كانت مكونة من الست أميك الثاني، ست سلوى سعيد، ست نينا جديجيان، مي عريضة، سليم حيدر، خليل هبري، جان فتال، جان سكاف، سمير سوقي، إليا أبو جودة، فؤاد صروف، وكميل أبو صوة. وهيدي هي. هيدي هي هلش. وانطلقت المهرجانات. شو هي أهم العقود يلي وقعتيها من أجل مهرجانات بعلبك؟ العقود يلي وقعتها اللجنة في مهرجانات بعلبك كتيرة وعديدة، رح سمي لك كم واحدة منها. منبلش بالأوركست فيلارمونيك دو برلان بقيادة فون كاريان، بالأوركستر فيلارمونيك دو نيويورك بقيادة توماس شيبرز، والرويال بالي مع مارغو فونتين ونورييف، وريشتر وروستروبوفيتش معا لأول مرة بعد موسكو في قلعة بعلبك، وموريس بيجار والبالي دو 20 سيكل في بعلبك قبل باريس، والكوميدي فرانسيز، والبريستول أولد فيك، والأولد فيك ثياتر، وإلا فيتجيرالد، وأم كلثوم، وبول تايلر، وألفين ألي، وألفين نيكولايس، وأم كلثوم، وما بدي انسى الاخوان الرحباني مع السيده فيروز، وروميو لحود مع السيده صباح. هلا بدي زيد شغلي واقول لك انه اجت على مهرجانات بعلبك 122 فرقه، كل فرقه كانت تعطي بين 4 حفلات
وشت حفلات من عدا الليالي اللبنانية يلي كانوا يعطوا 10 حفلات. مثل ما سبق وقلنا الرئيس كاميل شمعون والسيد زلفا هني كانوا وراء فكرة انطلاق أو إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية. دورهم بالتحديد بالإضافة لهالشي شو كان كيف أو كيف كنت تختصريه؟ مثل ما قلت سابقا الرئيس شمعون خلق مهرجانات بعلبك، ولكن السيد زلفا خلقت فكرة الفولكلور اللبناني في مهرجانات بعلبك. فرح تسألني كيف اجتها هالفكرة. ففي سنة 1955 في شباط اجا على مسرح اليونسكو فرقة فولكلورية روسية مصمم الرأس اسمه موي سياب. فرحت انا والسيد زلفا حضرنا هالفرقة وقالت لي هالرأس يلي عم بتشوفيه على المسرح هيدا اللي لازم نعمله في لبنان، لأنه عنا الدبكة وعنا العوايد والتقاليد اللبنانية. فلما انتهت الحفلة طلبت انه تواجه موي سياب وطلبت منه المساعدة ودعته على القصر الجمهوري، وصارت تطلع هوية كل يوم من الشمال للجنوب تتورجيه على أنواع الدبكة وعلى العادات والتقاليد اللبنانية. وبذات الوقت طلبت من وزارة التربية مين في مصممين للرقص، فالجواب كان في مروان ووديع الجرار. فدعتهم على القصر الجمهوري وجمعتهم مع مويساف وطلبت منهم انه يرافقوه على موسكو حتى يتدربوا معه، وفعلا هيك صار. توجهوا الى موسكو وبقيوا هناك شهرين، ولمن رجعوا دربوا اول فرقه الرقص الشعبي اللبناني في لبنان. وهون بدي زيد انه اول حفله انعطت في بعلبك هي للاخوان الرحباني والسيده فيروز، وسموها العادات والتقاليد اللبنانيه. وبدي زيد انه كل الملابس الفساتين للرقص الشعبي اللبناني انشغلت في القصر الجمهوري تحت اشراف السيد زلفا. هذا شيء ما بنعرفه كنا، هيدا ما حدا بيعرفه، هيدا تاريخ. ما عريضة بدنا نحاول شوي نكون موضوعيين هون قد ما فينا. بنظرك انت شو كانت اهم حفله اقيمت ببعلبك، شو كانت افشل حفله؟ من الناحيه الفنيه احلى حفله انعطت في بعلبك هي للمخرج أندري سيربان بالتمثيلية ميدي، لمن مشوا الفنانين دار مدار الهياكل والجمهور مشي وراهم. أما الحفلة المهمة التاريخية هي حفلة ألفين نيكولايس المصمم البالي سنة 1969 في 20 تموز، لمن الأسترونوت الأمريكان نزلوا على القمر. فابتداء الحفلة طلع السفير الأمريكي على المسرح وأعلن الجمهور أنه بعد 5 دقائق الأسترونوت الأمريكان رح ينزلوا على القمر. فالألفين شخص يلي كانوا موجودين وقفوا رفعوا رؤوسهم نحو السماء عدوا للخمسة وبلش الزئيف. ولكن بنظري أنا شخصيا أهم حفلتين كانوا الأوركست فيلارمونيك دو برلين بقيادة فون كارايان والرويال باليه مع مارغو فونتين ونورييف. وأفشل حفلة؟ ما كان عندنا أفشل حفلة جماهيريا، ما كان فيه. ست ما عريضة، كيف كان يتم التنسيق أو كيف كانت تتم برمجة هالمهرجانات؟ برمجة مهرجانات بعلبك كانت تنعمل قبل بسنتين. بما أنه هالمهرجان كان مهرجان دولي كنت بدك تطلب دايما أهم فرق للموسيقى للباليه وللأوبرا وإلى آخره، وهالفرق المهمة مثل ما بتعرف بتكون عندهم ارتباطات عديدة، وحتى تحصل عليهم بدك تربطهم قبل بسنتين. فالشغل في ابتداء لجنة مهرجانات بعلبك ما كان هين، لأنه المهرجان ما كان بعده معروف، ولكن بعد كم سنة صار يوصل عروض على لجنة مهرجانات بعلبك. إذا كانت عروض للمسرح تروح رأساً للجنة المسرح، وإذا عروض موسيقية تروح رأساً
للجنة الموسيقى، ولمن يختاروا الأحسن منها ترجع للجنة التنفيذية يلي إلها آخر كلمة. شو أعطى مهرجان بعلبك برأي مي عريضة؟ شو أعطى مهرجان بعلبك برأيك للبنان، للبنانيين، للفنانين اللبنانيين؟ أعطى كتير، خصوصا للجمهور اللبناني والفنانين اللبنانيين، فسح لهم المجال انه يتعرفوا على اهم فرق بالعالم. وفي قلعة بعلبك وفي بسعر رخيص ما كانوا يقدروا يحصلوا عليه بغير بلاد بهيديك الايام. اما بالنسبة للفنانين اللبنانيين فسح لهم المجال انه يظهروا بأبدع وأجمل مسرح في العالم قلعة بعلبك بالمساواة مع أهم فرق العالمين. أما للبنان أعطى كتير، لأنه كان يجي من أوروبا صحف وتلفزيون وسواح عديدة تيحضروا الفرق الأجانب في قلعة بعلبك، ومن بلاد العربية صحف وسواح حتى يحضروا الليالي اللبنانية وأم كلثوم. يعني وضعوا لبنان بالضوء أو تحت الضوء. أيوة. مين من الفنانين الأجانب كان مفروض يجي على بعلبك ما عاد إجا؟ في عنا فرقة أوركستر نيو لندن فيلارمونيا بقيادة سير جون باربيرولي، وكان من أهم الأوركسترا في العالم. عطانا خبر بشهر أيار إنه ما رح يقدروا يجوا بتموز، ولسوء الحظ توفى سير جون باربيرولي النهار يلي كان بده يوصل على بعلبك. ما عريضة، للأسف ستة 75 مهرجانات بعلبك ما تقدمت بسبب الحرب والأحداث الأنيمة بهديك الوقت. رح نرجع شوي أنا وياك لهديك الأيام إذا فينا، نرجع نتذكر بروجرام أو برنامج سنة 75. البرنامج يحو معي، وإذا كان بتسمح لي رح أقرأ حتى ما أنسى شي منه، لأنه كان من سنة 75. بس أنت كنت أنت رئيسة اللجنة. مظبوط. البرنامج كان مهم كتير لأنه كان عيد 20 لمهرجانات بعلبك، وكان عندنا 35 حفلة. كنا رح نبتدئ بمسرحية بيتر بروك تيمون داتين، وبعدها الأوركستر دو باري بقيادة جون مارتينو، ثم مريم مكابا، وبعده مسرحية روبرت ويلسون The Dollar Value of Man، ومن بعدها لنوي ليبانيز والطان دي ليسا مع فيروز ونصر الشمس الدين للأخوان الرحباني، وبعده The Dance Theater of Alvin Nicolaïs، ثم لماما الريبورتري بمسرحية إلكتر لي فام ترويان، ثم لكور إدانس دو لارمي سوفيتيك، وهون بحب أقول إنه الفرقة الأولى، واخيرا لبالي دو 20 سيكل دو موريس بيجار مع بالي معمول خصيصا لبعلبك اسمه بختي. ما عريضة، بما انه انت اكيد عرفتي لبنان بعزه، وانت من اللي ساهموا على اطلاق لبنان عالميا وسياحيا، رح شوي نعمل مقارنه بين الماضي وبين اليوم. برايك انت شو هي اهم الاشياء اللي تغيرت بالنسبه لذوق الناس ولذوق الجمهور؟ أكيد أنه الجمهور والذوق تغير. الجمهور صار مكون بالإجمال من شباب، والشباب بحبوا الأشياء الحديثة بالإضافة للأوبرا، لأنه التلفزيون اللبناني عم بيعرفهم على باباروتي وعلى كاريرا وعلى دومينجو، ولكن الجيل القديم بعده بحب الأشياء الكلاسيكية. وتحتى اقول لك الدغري، اسعار الفنانين صارت باهظه، وما بعرف كيف لمن بدها ترجع مهرجانات بعلبك رح نقدر نشتغل، اذا كان بدنا نجيب فرق مثل ما كنا نجيبهم فرق عالميه. بفتكر انه الشغله الوحيده يلي بنقدر نعملها انه نشتغل مع سبونسر. هل تتذكري اغلى اجر دفعتوه لفنان اجنبي بهديك الايام؟ أغلى شيء دفعناه، نعم. حسب، إذا كان بده يكون مثلاً مثل ريشتر أو روستروبوفيتش، مأكد أخذوا بهيديك الأيام $5,000 كل واحد، ولكن هلأ إذا كنت بدك تجيبون ما بتقدر تجيبون من أقل من $800,000. طبيعي. ما عريضة، مين أهم الفنانين العالميين اللي تعرفتي عليهم؟
بدنا نرجع لسنة 1956 ونحكي بشارل مونش قائد الموسيقى يلي أسس الأوركستر دو باري من أهم أوركسترات في العالم. وبعدين 56 كمان عازف البيانو ويليام كامف وعازم البيانو ميكيل أنجلي وكلاوديو أرو وريشتر عازف بيانو وروستروبوفيتش عازف الفيولونسيل وجينيفيف باج وجان مورو وجان لوي بارو ومادلين رونو وماري بيل وألفين نيكولايس وبول تايلر وألفين إيلي ومايلز ديفيس وإلا فيتجيرال. وشو بدي سمي لك بعد؟ حبل عجرار. ما بدي أنسى السيدة فيروز والسيدة صباح. وبعد بدي أقول كمان أراغون لأنه إجا سنة 1974. ماي عريضة، قبل ما نتابع لقائنا معك رح نتوقف هلا مع زاوية ثابتة بهالبرنامج، هي زاوية الاختبار. الاختبار معنا تيست من نجري كل أسبوع مع ضيفة من ضيوفنا، ومنحاول من خلال هالتيست أو هالاختبار نتعرف على شخصيتك أكثر. هالاختبار مقسم إلى أجزاء ثلاثة، الجزء الأول هو جزء الانفعالية عندك، الجزء الثاني هو جزء النشاط والحيوية، والجزء الأخير هو جزء الثانوية. والثانوية يعني سكوندريتي، صفة بتنطبق على الناس يلي ما عندهم ردات فعل فورية على الظروف. بنهاية البرنامج هتطلع النتيجة، والنتيجة رح تبين ما يعريضة تنتمي إلى أي فئة. هل أنت حاضرة؟ أنا حاضرة. هو الاختبار كتير سهل، مع أني بعرف ما بتحبي أنت الاختبارات أبدا، خاصة قدام الكاميرا. رح نحاول سوا. رح نبتدي أول شيء مع اختبار الانفعالية. هل بتاخدي أمور تافهة على محمل الجد مع أنك بتعرفي أنه ما لها أهمية؟ هل بتضطربي لأسباب بسيطة أم الأحداث الخطيرة فقط بتجعلك مضطربة؟ لا، الأحداث الخطيرة بس بتجعلني مضطربة. هل بتنفعلي بسهولة أم تتقبلي الأمور مثل ما هي؟ بتقبل الأمور مثل ما هي. هل بيجرحك انتقاد حاد أم تتقبلي الملاحظة بلا ما تنجرحي؟ لا، ما بيجرحني أبدا، خصوصا إذا كان الانتقاد بناء. هل بتضطربي بسهولة بسبب حدث غير مرتقب؟ هل بتنتفضي وقت بيناديك حدا فجأة؟ هل بتصفري أو بتحمري بسهولة أم بيصعب اضطرابك؟ لا بحمر ولا بصفر ولا بيصعب اضطراباتي. هل بتتحمسي أنت وعم تحكي؟ هل أنت الصوت العالي بالنقاش؟ هل بتحس أنك بحاجة لاستعمال ألفاظ عنيفة وكلمات معبرة؟ أم تتكلمي دون عجلة بطريقة لي أو هادية؟ بتكلم بطريقة هادية. هل تتوتري قدام مهمة جديدة أم تتعاطي مع الوضع بهدوء؟ بتعامل مع الوضع بهدوء. هل بتنتقلي من النشوة للإحباط ومن الفرح للحزن والعكس بالعكس بدون سبب وجيه، أم أنت سيدة متوازنة الطباع؟ أنا سيدة متوازنة الطباع. هل بتراودك شكوك والحيرة بشأن أعمال دون أهمية، أم أنت ما بتعرفي حالة القلق إلا استثنائياً؟ ما بعرف حالة إلا استثنائيا. هل بيصادف أوقات إنك تكوني كتير متأسرة فبيصير يلي بدك تقومي فيه مستحيل، مثل خوف أو فزع بيمنعك من التحرك أو خجل بيشد لسانك، أم إنه هالشي ما بيصير إلا نادرا؟ هالشي ما بيصير إلا نادرا. اختبارنا الثاني مثل ما قلنا هو اختبار النشاط والحيوية عند ما عريضة. نحن بنعرف انك انت سيدة نشيطة، بعدك اليوم بتقومي بالتزلج على المياه وعلى التلج. لا، على المياه ما بعمل تزلج على المياه. وقفنا. بعمل تزلج على التلج وبصبح وبلعب تنس. عظيم. هل بتشغلي نفسك بنشاط خلال اوقات فراغك؟ دراسة، نشاط اجتماعي، اعمال يدوية او حرفية، ام تستفيدي منها للراحة، ام تبقي فترة طويلة ما بتعملي شيء تحلمي وبتسهي؟ أنا الحركة الدائمة. هل بتقومي بجهد كبير لتنتقلي من الفكرة للتنفيذ أم بتنفذي فورا يلي قررتيه دون صعوبة؟ بقرر فورا. بتنفذي فورا. إيه. هل بتراجعي بسهولة قدام المصاعب؟ لا. أو قدام مهمة متعبة، أم على العكس الصعوبات بتحمسك وبتدفعك لبذل المجهود؟ إيه، الصعوبات بتحمسني. هل بتقومي بيلي عليك فورا، كتابة رسالة، تسوية قضية، أم بتميلي للتأجيل والرفض؟ لا، بعمل كل شيء أوام. هل بتاخدي قرارات فورية حتى بالحالات الصعبة أم بتميلي للتأجيل؟ لا، بميل أبدا للتأجيل. هل أنت سيدة كثيرة الحركة،
بتنتفضي من الكرسي، بتروحي وبتجي بالشقة دون أي عاطفة قوية، أم أنت عادة جامدة بغياب أي إحساس؟ لا أنا عادة جامدة. إذا كان في تغيير مفيد بحياتك، هل بتترددي بالبدء فيه إذا عرفتي أنه بيتطلب منك مجهود كبير، أم تتراجعي قدام العمل اللي بدك تبلشي فيه بتفضي الاكتفاء بالوضع الحالي؟ لا ما بتراجع أبدا قدام العمل. إذا أعطيتي أوامر بتنفيذ عمل ما، هل أنت من النوع يلي ما بيهمه النتيجة، المهم أنك تخلصتي من العمل، أم على العكس بتراقبي التنفيذ وتتأكدي أنه كل شيء متمم جدا حسب الشروط وبالوقت المحدد؟ دايما بتأكد أنه كل شيء متمم مزبوط. اختبارنا الأخير هو اختبار الثانوية، مثل ما سبق وقلت لك الثانوية هي صفة بتنطبع على الناس يلي ما عندهم ردات فعل فورية على الظروف. هل بيعمل ما يعريضها بتفكر بالمستقبل البعيد، مثلا ادخار للشيخوخة، أم بتفكر فقط بالعواقب البعيدة لأعمالها، أم تهتم بالنتائج الفورية؟ لا بفتكر لبعيد. هل بتوقعي كل شيء بيحصل لك وبتتحضري له، أم بتتكلي على حدسك؟ لا بتحضر لكل شيء. هل عندك مبادئ صارمة بتأيدي فيها، أم بتفلي التأقلم مع الظروف بليونة؟ لا عندي مبادئ بتأيد فيها دايما. هل أنت ثابتة بمخططاتك، أي بتنهي اللي بلشتي فيه، أم تترك المهمة قبل ما تخلصيها؟ أبدا ما بترك المهمة قبل ما أخلصها. هل أنت ثابتة بعلاقاتك، بتحافظي على صداقات الطفولة، بتزوري نفس الأشخاص والأصحاب، أم بتبدلي أصدقائك غالبا بدون سبب؟ لا ما ببدل أبدا أصحابي، أصحابي من طفولي بعدهم ذاتهم. بعد غضب شديد هل ما يعريضها سهل بالوفاق، ترجع مثل ما كانت قبل وبتنسى الأمر، أم بتضل سيئة المزاج، أم أنت صعبة بالوفاق حقدك بيستمر؟ لا ما عندي حقد أبدا، برجع مثل ما كنت أنا قبل. هل عندك عادات بتتمسكي فيها؟ هل بتحبي ترد الأمور إلى طبيعتها، أم أنك بتنفري من كل ما هو اعتيادي ومرتقب، لأن المفاجأة بالنسبة إليك عنصر أساسي للاستمتاع؟ لا بتمسك بالعادات يلي عندي إياها. هل بتحبي الترتيب والتعادل والانتظام، أم أنه الترتيب يبدو ممل بالنسبة إليك؟ لا بحب الترتيب والنظام كتير. هل بتحضري مسبقا كيف بدك تمضي وقتك؟ هل بتحبي التخطيط وإعطاء المواعيد وتنظيم البرامج، أم أنك بتدخلي العمل دون نظام محدد مسبقا؟ لا دايما بحضر قبل بوقت وبحب النظام. وقت بتعتمدي رأي، هل بتتمسكي فيه بعناد، أم أنه فكرة جديدة بتسحرك فبتغيري رأيك؟ لا إذا كانت الفكرة عجبتني بقدر غير رأيي، ما بتمسك برأيي أبدا. نتيجة الاختبار بآخر البرنامج، يعني بآخر هالحلقة رح نشوف إذا ما عريضة امرأة مشغوفة، امرأة غضوبة، ما بنعرف، بآخر البرنامج بنشوف. هلا رح نتوقف مع الإعلان نرجع منتابع سوا مرايا، خليكم معنا. بعد هالبريك الإعلاني بنرجع منتابع حلقة مرايا مع ضيفتنا السيدة مي عريضة. مثل ما سبق وقلنا سيدة مي عريضة حياتك كانت مسرح من اللقاءات ومن التعارف. مين كانوا أهم الشخصيات السياسية الأجانب اللي تعرفت عليهم بحياتك؟ بدي بلش بالملك فاروق ملك مصر، جنرال دوغول لمن كان رئيس للجمهورية الفرنسية، والرئيس أليمان يلي كان رئيس للجمهورية المكسيكية، والملك إدوار السابع ملك بريطانيا يلي أصبح دوك دو وينزور، والشاه إيران، وملك حسين ملك الأردن. وأخوي لحد هالأيام بنظم حفلة دولية كل سنة لعيد ميلاد الملك حسين ب 14 نوفمبر. كانت مي عريضة وبعد أكيد حد اليوم ميدالية لبنان الذهبية ووسام لبنان. لنحكي لها شوي عنك أنت، شو هي أهم الأوسمة والميداليات يلي حصلتيها بحياتك؟ بدنا نبلش بالميداي دور دو ميريت ليباني، بالإتوال دو جورداني، شوفاليه دو لا ليجيون دونور، لا غورغون دور. وهون بحب اقول انه اجت بعثه فرنسيه من وزاره الثقافه مترأسها الرئيس بيير ليوتي، وقدمت لي هالوسام في قلعه بعلبك في داخل باخوس بوجود وحضور الرئيس شمعون وعده شخصيات. ومؤخرا اذا بتسمح لي، لانه هيدي هالوسام هيئته طويل كتير، Le Grand Prix du Prestige Européen Ordre de l'Étoile de l'Europe au grade de commandeur, les Palmes des Arts et Sciences et Lettres au rang de dignitaire. Mabrouk. Merci.
ما أريد أحكي لنا شوي عن حكايتك مع التزلج على التلج وعلى المياه، وعن أهم المباريات يلي شاركتي فيها أو خطية بحياتك. مثل ما قلت، كنت رئيسة الاتحاد اللبناني للتزلج على الماء من سنة 53 للواحد وستين، وتوصلنا مع اللجنة ومع أمين العام ميشيل نادر بتنظيم بطولة العالم سنة 1955 بحضور 14 دولة، منهم المكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا ومصر إلى آخره. وتوصلنا بتنظيم بطولة البحر المتوسط وأوروبا، وحصلت بهذه المباراة المركز الثاني للسيدات. يوم وقفت تزلج على المياه؟ وقفت بالمرة تزلج على المياه. لكن تزلج على التلج بعدك بتمسي تزلج اليوم. على التلج بعدني بعمل لحد هلأ تزلج على التلج، وبقدر اقول لك انه حصلت على بطولة لبنان المركز الاول مرتين، وكل الناس بيعرفوا قديش مي عريضة بتحب التزلج على التلج. هي قصة حب هي والتزلج على التلج، مع كل المشاكل يلي سبب لي اياها لانه كسرت اجري مرتين، وبعدني بعمل تزلج على التلج لحد الوقت. ولحد كملي بالطبع. شاركتي بوقت من الاوقات بلجنة دعم الجنوب مثل ما سبق وقلتي بداية البرنامج، انت عم بتعرفي عن نفسك، شو كانت اهداف وانجازات هاللجنة؟ لجنة مساندة الجنوب كانت مؤلفة من الدكتور نجيب ابو حيدر الوزير السابق، ومن سعاد نجار، ومن هيلدا قدي، ومن مي عريضة، ومن مكرم علم الدين، ومن إيميل صدقة، ومن نجيب حمدان، ومن الدكتور منير شماع. ومثل ما شايف ما كان في حدا منا من الجنوب، وبلشنا الشغل بعيط الشعب لأنه كانت الضيعة يلي عم تنضرب أكتر شي بهذيك الأيام. هاللجنة ما كان إلها أبدا هدف سياسي، كل الهدف تبع اللجنة كانت مساعدة أهل الجنوب. عم تحكي أي سنة أنت ست مي؟ عم نحكي بالستينات. وتوصلنا بشراء قطعة أرض وعمرنا فيها مستوصف، لأنه أقرب مستوصف لعيط الشعب بهديك الأيام كان النقورة، واشترينا تراكتور للفلاحة لأنه كانوا بعدهم عم بيفلحوا على الطرز القديم، واشترينا معصر الزيتون. راح بتقلي هلا كيف اجت هالاموال. اول سنه طبعنا خصيصا للجنوب كروته عيد الميلاد، وهالكروته انباعوا بسهوله بكل لبنان لانه كانت معموله للجنوب. وتاني سنه نظمنا حفله عشاء في اوتيل البستان بعرض ازياء لمصمم بريطاني مع أوركستر بريطاني ومع فنانة بريطانية. ولسوء الحظ ثلاثة أيام قبل حفلة انضرب الجنوب وطلب منا أنه نلغي الحفلة. فالجواب كان رح نلغي عرض الأزياء والفنانة والأوركستر البريطاني، ولكن رح نخلي العشاء لأنه البطاقات منباعة كلها وبأسعار باهظة والأموال كلها رايحة للجنوب. وتوقفنا عن العمل في آخر حزيران سنة 1970 لمن تأسس مجلس الجنوب. ما عريضة، مع كل العلاقات القوية اللي كان عندك إياها واللي بعدها لليوم أكيد، ليش ما فكرتي أو ليش ما بتفكري بخوض المجال السياسي؟ ما بحياتي فكرت بالسياسي ولا بحياتي اشتغلت سياسي، لأنه كل عمري كنت مشغولة بالفن وبنوع خاص في لجنة مهرجانات بعلبك، وزارة الفنون مثلا. ليش لا؟ ما بحياتي فكرت بأي وزارة، لا الفنون ولا غيرها. طيب نفكر فيها اليوم شو لا لا. شو أهمية الصداقة بحياة مي عريضة؟ الصداقة بحياة مي عريضة شيء مهم كتير، لأنه كل عمري كنت مخلصة لأصدقائي وأصدقائي كانوا مخلصين إلي. ومي عريضة عندها أصحاب كتير، ومي عريضة مش يلي بتعرفوها لو ما كان عندها كل هالأصدقاء.
شو مشاريع المستقبل عندما عريضة؟ مشاريع المستقبل هن إحياء مهرجانات بعلبك. أي متى؟ إن شاء الله 1997. هل بدأتوا من هلأ بالاتصالات مع بلقنا الفرق الأجانب؟ بلقنا بالاتصالات وبلقنا بالتحضير، ومعالي وزير السياحة الأستاذ الأولى فتوش مثل ما بتعرف عمل الإنارة تبع قلبة البعلبك، وهالإنارة فعلا رائعة، وهيدي رح تسهلنا كتير الشغل، لأنه بقدر أقول لك أنه ما بقي شي في بعلبك من هالعشرين سنة، وكل شي بده يرجع ينعمل عن جديد. ما عريضة، إذا نرجع لورا أو إذا قدرتي أو استطعتي العودة إلى الماضي، شو بتغيري بحياتك؟ ما بغير شيء ابدا، وانا بفتكر اني من المحظوظين ان شاء الله على طول. حلقتنا انتهت بسرعه محسنه بالوقت ابدا. انا بشكرك لحضورك معنا، وانا بعتز بشغلي انه هيدي اول مقابله بتعطيها معي عريضه التلفزيون. مظبوط. او لحي الوسيله الاعلاميه، هيدي اول مقابله تحكي فيها عن نفسك، وانا من الناس الفخورين. على كل حال، هيدي بعد 4 سنين شغل زبطت اخر شيء معنا المقابله، مش هيك؟ ميرسي ريكاردو. نتيجه الاختبار طلعت وتبين انه مايا عريضه هي سيده بارده الطباع، تنتمي الى فئه باردي الطباع. وباردي الطباع هن اصحاب مبدا، بيحترموا المبادئ، بيحترموا المواعيد، موضوعيين وجديرون بالثقه، وهن ناس رزينين، مزاجهم معتدل واعصابهم بارده بصوره عامه. هني أيضا صبورين ومتصلبين وغير متصنعين، ووطنيتهم عميقة، ولديان عندهم تابع أخلاقي، بيتمتعوا بروح النكتة، بيحبوا الأنظمة المعنوية، وأهم صفة موجودة عندهم هي القانون. شو رأيك ست مي؟ رأيي أنه مزبوط تمام. الاختبار منيح. الاختبار منيح، وأنا كنت فعلا مش مستعدة حتى يكون فيها الأسئلة يلي سألتني إياها. بس زبطت. زبطت تمام. سلم على بعضنا. مرسي. ست مي، أنا بشكرك مرة تانية لحضورك معنا بستوديوهات الام تي في. مثل ما سبق وقلت بأول البرنامج، سلسلة مرايا ما معقول كانت تكتمل لو ما أنت موجودة معنا. رح أطلب منك إذا في عندك كلمة بتحبي تقوليها آخر شيء، أو جملة تنهي فيها هاللقاء، تفضلي. هاللقاء كان عظيم، وأنا ممنونتك طلبت مني أعمل هاللقاء، وبفتكر انه بعد سنة نرجع منشوف بعضنا، اذا كانت هالحلم الكبير احياء مهرجانات بعلبك بيرجع، وبنرجع سوا على هالستوديو ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، استوديو لعليك انت. ميرسي.